أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إطلاق برنامج فرص الذي تشرف عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة كإحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي في البحرين استجابة، وذلك عن طريق تقديم فرص منح وفرص تدريبية للشباب البحريني في العديد من الشركات والمؤسسات. جاء ذلك أثناء استقبال سموه لسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والسيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيدة تيريزا كارلسون نائب رئيس أمازون ويب سيرفيسز للقطاع العام العالمي، وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما تحثنا على العمل بكل عزم من أجل توفير الفرص التدريبية للشباب البحريني في مختلف المجالات وجعله الواجهة الأولى لسوق العمل عبر تنمية مهاراته في مختلف المجالات وصقلها بطريقة متميزة عبر بناء شراكات مع المؤسسات والشركات لتأخذ دورها الوطني في بناء الثروة الحقيقية للبحرين. وبيّن سموه أن برنامج فرص يعتبر بمثابة الخطوة الأولى والنموذج المتميز في المنطقة، والذي سيسعى إلى توفير فرص تدريبية للشباب البحريني. وتابع سموه أن برنامج فرص مع رؤية مملكة البحرين 2030 التي تعطي الشباب البحريني مساحة واسعة لتهيئته وتدريبه للدخول في سوق العمل بصورة فاعلة وريادة الأعمال. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن أمازون ويب سيرفيسز ستكون من بين أولى الشركات التي تنضم لبرنامج فرص وستمثل قوة للبرنامج. وأشار سموه إلى أن دخول غرفة تجارة وصناعة البحرين في برنامج فرص سيشكل إضافة نوعية للبرنامج، وسيفتح المجال لتوفير فرص تدريبية كبيرة أمام الشباب البحريني، وبدورنا ندعو الشباب البحريني للتفاعل مع البرنامج. كما بارك سموه توقيع مذكرة تفاهم دخول أمازون ضمن برنامج فرص، حيث وقع المذكرة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد والسيدة تيريزا كارلسون، وبارك سموه توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث وقع المذكرة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد والسيد سمير عبد الله ناس، حيث ستعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على توفير فرص تدريبية للشباب عبر حث الشركات والمؤسسات للدخول في البرنامج. من جهته أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة برنامج فرص، وأكد على أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات التي تشكل إضافة نوعية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. من ناحيته أشار سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن برنامج فرص يمثل تأكيدا حقيقيا على توجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في توفير أقصى وأمثل درجات التدريب للشباب البحريني عبر منح وفرص تدريبية في كبريات الشركات وأعراقها. كما بين سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن الشراكة الاستراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سوف تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
بعدين نكتشف بعض التمارين وبعض الحلول اللي احنا نقدر كيف ان احنا نوصل الشاب والشابة لهذا الطموح وهذا الحلم اللي احنا نبغي نوصل له. فبجهود طبعا وزارة الشباب والرياضة، واحنا نطلب ايضا من غرفة التجارة بتوفير يعني توفير ال كل ما احنا نطلبه من تعاون، وكل ما نطلبه من فرص اعمال ومن اسماء عشان نحل قضية. قضيتنا هي طبعا مو كبيرة ولله الحمد، البحرين مقارنة بدول كثيرة بنسبة البطالة ترى ما فيها ترى نسبة بطالة كبيرة، ولكن احنا هذه الفاصل لو كان عندنا 0.001 بنشتغل على هذا الواحد لان يصبح صفر، هذا طموحنا. فاحنا عينا المشكلة وين؟ عينا النقص في الاعمال، وزود على هذا لازم ان يكون عندنا نوع من العلم ونوع من التثقيف في التوظيف. يعني صار عندنا طابع ان الشاب او الشابة بعضهم كثير منهم يبغي يبتدي هناك، ما يبغي يبتدي في يعني انزل مستوى ويبني روحه، لان يبون الحين يختصرون، يبغون الطريق السهل والسريع. وكثير منكم عندكم أمثلة، وبعضكم جزء من هالأمثلة الناجحين اللي تدرجتوا، فما يمنع أن الواحد يجرب روحه وينافس، وإحنا نفتح له هذه البيئة ونخليه ينافس. لأن الأهم في نظامنا في مملكة البحرين، يمكن لحد ما يدرك هالشيء، لكن إحنا أدركناه من الرياضة عن طريق القطاع الرياضي، قد ما تعطي ترى بيك باختصار.